لو سألت أي واحد تعرفه بيشتغل تتمنى إيه في شغلك، هتلاقي بس كده عينه بتدمع شوية وبيفتكر المرتب. أول حاجة هتيجي على بالنا طبعا أتمنى مرتب أكبر، فلوس زيادة. لكن غير الفلوس زيادة طبعا هيفكر في حاجات شبه الأجازات، الحاجات التقليدية. متهيألي هو ما بيفكرش في حاجات تانية لأنه مش متوقع. يعني لو قلت له مثلا إيه رأيك لو وفرنا لك مكاتب مريحة، لو وفرنا لك ألعاب ترفيهية، لو وفرنا لك في المكتب طرق كده تخليك تهدى خلال يوم العمل، تصدقوا أنه 90% مننا هيتخيل أن احنا بنتريق عليه، ومنعا طبعا لزيادة الزعل. ومش عايزين نضايق حد ونفكر أنه في حاجة اسمها كده وفي بيئة عمل. خلونا هنبتدي بفكرة مهمة جدا من معهد Great Place to Work. دي منظمة عالمية بتركز على دراسة بيئة العمل، وبناء على كده اتعملت إحصاءات كتير بتشوف أو بترتب الشركات بناء على بيئة العمل جواها. قبل ما تفتكر إنه هي بس الشركات العالمية الضخمة الكبيرة قوي هي اللي بتركز في ده، هقولك المفاجأة إنه لأ، 46% من الشركات في العالم كله ما بتهتمش أصلاً ببيئة العمل. دي شركات عالمية، لكن معظم الناس مش بتركز، مش بتهتم، هو عايز نتائج.